لما فعلت ذلك؟ فعلت ماذا؟ لما بعت سفينتنا؟ الخردة؟ اسمع، متى سننتهي من مشكلاتك أنت ورجالك؟ وجودك على مركبتي يلزمك أن تقبل. هذا مستحيل. قلت لك إنني أضع في جيبي ما يعجبني فقط. أيفسر هذا خيانتك؟ لا تسئ فهمي، أفعل المستحيل لحماية ما يدخل في جيبي، فأنا أعد حاجاتي، أغلى الأشياء في العالم. أين ستذهب؟ إلى هناك. سآتي معك. ماذا؟ أظنك قد سمعتني. ارجع. مستحيل، ستتعرض للخطر. ما الذي أفعله هنا؟ يجب أن أعود بسرعة، فجيش الأحرار في حاجة إلي كي أقود المعركة. أظنهم الآن قلقون علي ولا يعلمون بأنني ألاحق قرصانا في أعالي الجبال. أخبرتك أن تعود أدراجك.